حقيقة لدينا إشكالية كبيرة في الجالية المسلمة. يعني علينا قبل أن نعاتب الآخرين أن ننتقد أنفسنا. سيدتي، هنالك إشكالية في الخطاب الديني الذي يستخدم في المساجد الإسلامية في بريطانيا. هنالك متشددين للأسف يستغلون منابر المساجد لغرض إيصال رسائلهم ونفث سمومهم في عقلية المستمعين. أيضا لدينا إشكالية في المؤلفة قلوبهم، وهم هؤلاء الذين يعني دخلوا الدين الإسلامي حديثا. هؤلاء لا يمتلكون الوعي الإسلامي الحقيقي فيما يتعلق بوسطية الدين الإسلامي. هنالك للأسف تنظيمات داخل بريطانيا، أعتقد أن الأجهزة الأمنية لديها اطلاع واسع اتجاه هذه التنظيمات التي تستخدم هؤلاء المؤلف قلوبهم والذين يدخلون الإسلام حديثا لغرض تنفيذ بعض الأجندات التي تؤثر حقيقة وتشوه صورة الإسلام المعتدل أمام المجتمع الدولي. أيضا للأسف هنالك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بعض التنظيمات، يعني عندما تسيرين في شوارع لندن هنالك بعض التنظيمات الإسلامية التي تدعي الإسلام للأسف توزع منشورات تطالب بإعلان الخلافة الإسلامية في بريطانيا. يعني هذا شيء حقيقة غير مقبول. يعني لا أفهم كيف هؤلاء يفهمون الإسلام وكيف يفهمون يعني مبدأ التعايش السلمي مع الآخرين. نحن علينا أن نشخص هذه السلبيات وعلينا أن نوجد العلاجات اللازمة لها. هنالك غسل للعقول، هنالك غسل لعقول الشباب الذين يرسلون إلى محارق الموت في منطقة الشرق الأوسط. هنالك من يقوم بهذا الدور ويسهل ويقدم كل التسهيلات لهؤلاء الشباب. لدينا إشكاليات كبيرة علينا أن نعترف بها. الخلل ليس في الأجهزة الأمنية فقط، هنالك خلل علينا أن نعترف به. هنالك من يستخدم المنابر لغرض تنفيذ أجنداته ولغسل عقول الناس. ليس من المنطقي إلى يومنا هذا يقفون على المنابر وكل يوم يدعون على النصارى واليهود بالموت والجحيم. يعني الشباب المؤلف قلوبهم الذين يستمعون إلى هؤلاء الأئمة الذين يقفون على المنابر، ماذا تتوقعين من هؤلاء الشباب؟ شباب ليس لهم عمق فكري وليس لهم دراية بالدين الوسطي الإسلامي. يعني هذه مشكلة حقيقية. نحن نصنع قنابل موقوتة داخل المساجد على 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 أئمة المساجد وعلى المسؤولين على هذه المساجد أن يتحملوا مسؤوليتهم. أنت عندما تقف وتدعي يوميا على اليهود والنصارى، ماذا تتوقع من شخص مراهق يجلس أمامك قد يقوم وينفعل ويرتكب جريمة باسم الإسلام ويشوه الإسلام؟ الخطيئة ليست في رقبة هذا الشاب المراهق، الخطيئة بيد الذي وقف على المنبر وادعى بدعوات على اليهود والنصارى. يعني هنالك إشكالية كبيرة حقيقة. يعني يجب أن تعالج هذه الأمور الآن.